الاسباني ممكن تقول لي اسم الدساس جه من ايه؟ اسم شخصيه بقوليه موجوده في الفيلم اسمها العسل الدساس. هو بيعتبر صاحب البيت في الافلام كده. الفيلم اسمه العسل الدساس. طيب الفيلم بيتناول اي قضيه مجتمعيه بشكل جديد؟ الفيلم فيه جانب سياسي اسقاط كده من بعيد لبعيد، في ناس بتحس بيه وناس ما بتحسش بيه، لكن جانب اجتماعي او علاقات اجتماعيه حاجات لا كوميدي عادي مفيش اي جانب اجتماعي. هل شايف ان هي كتجربه جديده في السينما ان فيلم ينزل في معظم وجوه جديده، يعني حضرتك مراهن على نجاحه؟ الاول